مرحبا. ما زال طقسنا تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة يلي مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، واللي عم بتأدي لارتفاع كبير بدرجة الحرارة فوق 34 درجة خصوصا بالمناطق الداخلية والبقعية، وانخفاض نسبة الرطوبة. بنحذر من اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة. اليوم طقسنا حار جدا مع ارتفاع بدرجة الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، على انه تنحسر هالموجة بكرة الأحد. وهلا نبقى بجولة على درجة الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 21 بالبقعة 13، على المرتفعة 18 و11 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ من القبيات 31، جبل محسي 32، شكة 32، بريتيل 32، الكاسليك 31، الروشي 34، جديدة 32، دميت 31 درجة، رشايا الفخار 32، وكفر ميت 32، ومارون الراس 34 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 35 و60%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 24 و34، نهار الأحد بين 21 و32 درجة، والتنين بتنخفض درجات الحرارة شوي لل30 بتوصل، وأدنيها 19 درجة. وهلأ ومثل العادة بترككم تقوم بجولة على درجات الحرارة بعد العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ تحديدا من عمان 37، القدس 36، دمشق 37، ومن بعدها ننتقل للجزائر 23، القاهرة 44، تونس 28 درجة، وأخيرا روما 25، وبرلين 26 درجة. وهذا كان جونا. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.